نعم. فإذا أول نقطة أن قادة العراق ليسوا قادة، هذه مشكلة كبيرة. المشكلة الثانية أن الرسالة قد تفهم خطأ، يعني الرسالة عندما تأتي من دولة مثل البرتغال أو إيطاليا أو فرنسا حتى تفهم على أنها فعلا نصيحة حقيقية بأنه يا جماعة ترى أموركم وصلت إلى منتهاها، ترى نظامكم بيتهاوى، ترى الوضعية وصلت إلى نهايتها، حائط سد، أنتم بعد توقفت الحفلة، حفلة السرقة والنهب المستمر توقفت، يجب أن تلاقي لكم حل آخر وإلا راح تنهارون. بينما نفس هذه الرسالة عندما تأتي من الجانب الأمريكي راح تفسر بتفسيرات شتى، اللي فسرها بأنها مقدمة للتدخل الأمريكي المباشر، واللي فسرها بأنه عدوان أمريكي، واللي فسرها بمدري شنو، اللي يمني النفس بكذا، واللي ينظر. فأخشى أنه الرسالة الأمريكية اللي هي رسالة تعتبرها الولايات المتحدة موجهة من دولة صديقة إلى دولة صديقة، يعني after all هي تعتقد الولايات المتحدة بأن العراق هو دولة صديقة، هي ساهمت في تحريرها من الدكتاتورية وساهمت في بناء النظام الديمقراطي كذا. فبالتالي هي يجب أن توجه رسالة ودية أنه يا جماعة ترى نظامكم ماشي أعوج، وهذه نفس الرسالة توجهها أو وجهتها أمريكيا إلى نظام السيسي في مصر، إلى النظام السعودي في وقت أزمة خاشقجي، إلى أي نظام آخر تعتقد، أو السودان أو تونس أو إلى آخره، تشعر بالقلق وتشعر بأن هناك قضايا يجب أن تعدل، وتنصح الحكومة الفلانية بانتهاج طرق معينة. هذه هي نفس الرسالة ليس أكثر. طبعا كما قلت لك هناك اهتمام أكثر من الولايات المتحدة تجاه العراق في هذه المرحلة بسبب الظرف اللي أنا قلته، اللي هو ظرف روسيا وأوكرانيا والنفط والغاز وإلى آخره. فالآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تود أن تجد شيء ما يعرقل تدفق النفط العادي حتى الآن. وبالمناسبة لا يهم الولايات المتحدة الأمريكية إذا فاز هذا أو ذاك في الانتخابات، أو إذا شكل هذا أو ذاك الحكومة، كل اللي يهمها الآن أنه النفط يمشي. وبالمناسبة النفط يمشي هو أيضا اهتمام إيراني، يعني حتى إيران تهتم بأن يمشي النفط العراقي، لأنه إذا ما مشى النفط العراقي راح تتوقف هذه الأموال الهائلة اللي تزخ على العراق وتفيض من العراق إلى مناطق أخرى تساعدها في هذا الوضع. أعتقد تفهمني أستاذ أحمد عندما أقول ذلك. فبالتالي الأمريكان لهم مصلحة في أن يمشي النفط العراقي، والإيرانيين أيضا لهم مصلحة في أن يأتي مردودات النفط العراقي في هذه المرحلة، خصوصا وهم على وشك أن يرفضون الاتفاقية النفطية أو يفشلوها. فالأطراف لديها مصلحة في هذه القضية.